نرحل جنوبا إلى مدينة الداخلة، حيث نظمت اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لوادي ذهب دورة تكوينية، وذلك في إطار برنامج تقوية للكفاءات المحلية. تطرق خلالها المؤطرون إلى عدة مواضيع مرتبطة بالتنمية، من بينها أسس ومبادئ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، المقاربة التشاركية، التشخيص التشاركي، الشراكة والمرافقة. الدورة تم تنظيمها بمقر المركز الجهوي للتنمية البشرية. كاين بعض الامور اللي هي هذه الدورة الاولى فسنة 2013، والموضوع هو المقاربة التشاركية. من خلال هذا الموضوع نطرقوا نحاول الوصول الى مجموعة من الاهداف. الهدف الاول وهو فهم فلسفة وابعاد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ثم أشكال وأنواع وأهمية المقاربة التشاركية، وفي أفق تنمية الخبرات المحلية والرفع من قدرات الفاعلين المحليين في مجال الهندسة الاجتماعية. تم تنظيم هذه الدورة التكوينية التي تتضمن موضوعات مرتبطة بتنفيذ المبادرة على مدى 4 أيام. احنا جينا اليوم بدعوة من اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل المشاركة في هذه الأيام التكوينية حول المقاربة التشاركية بالنسبة لعمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بصفتنا جمعية حاملة لمشروع أحد المشاريع المهمة هنا في بالنسبة لهذه الجهة.